السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم قصة تاريخية لا تقلل من أهميتك، أنت لك قيمة، ثق بنفسك. قصة اليوم قصة الصحابي جليبيب. هذا الصحابي يتميز بالفقر، ليس جميل الوجه، فقير، ما عندوش فلوس، مش وسيم، ولكن يتميز بالدعابة والمرح، يعني دمه خفيف. الرسول دائما يضحك معه ويمازحه، فالرسول يقول له: يا جليبيب، متى تتزوج؟ يقول جليبيب: ومن تتزوجني فأنا كاسد عند الناس، هي مين دي اللي هترضى تتجوزني؟ ده أنا شكلي وحش والناس مش بتحبني. فالنبي يقول: لا يا جليبيب، أنت لست كاسدا عند الله عز وجل. شايفين الكلام؟ صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بيقولوا حتى لو كانت الناس مش بتحبك، بس ربنا بيقدرك وبيحبك. دلوقتي هنعرف قصة زواج جليبيب. في واحد من الصحابة اسمه أبو برزة الأسلمي بيحكي وبيقول: النبي صلى الله عليه وسلم قابل رجل من الأنصار، والنبي قال له: أنا أريد أن أخطب ابنتك. النبي بيقول للراجل: أنا عايز أخطب ابنتك. الراجل فرح جدا. النبي قال له: أنا أريد أن أخطبها لجليبيب مش لنفسي، يعني جليبيب هو اللي عايز يتزوج ويخطب ابنتك. الرجل تغير وقال: سأسأل زوجتي، سأستشير زوجتي، هروح أسأل زوجتي وأشوف. الرجل الأنصاري ذهب إلى زوجته وقال لها: الرسول عليه الصلاة والسلام عرض علينا طلب. قالت له: قل لي ما هذا الطلب؟ قال لها: جليبيب يريد الزواج وخطبة ابنتنا، يريد خطبة ابنتنا والزواج به. تغيرت ملامح الأم وتضايقت. بنت الراجل والست دول كانت سمعاهم، فقالت لهم: طالما الرسول عليه الصلاة والسلام هو اللي قال لنا ان جليبيب يريد زواج بيه، فإن شاء الله جليبيب لن يضيعني. وقرت الآية الكريمة، قرت ليهم الآية القرآنية الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وتزوجت جليبيب، ويمر يومين بالضبط ويشترك جليبيب في معركة حربية ضد المشركين، ويموت جليبيب ويصبح شهيدا. سبحان الله، جليبيب ده اللي كان الناس بتقول ده شكله وحش، مات في الآخر شهيد. يا شفتوا ان قيمته عالية جدا عند ربنا، حتى لو كانت الناس مش بتقدره ولا تهتم بيه، بس ربنا سبحانه وتعالى جعله شهيد. سبحان الله، ثق بنفسك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.